السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. حينما اردت ان اتزوج وكانني سادخل الى 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 مباراة او الى اطروحة الدكتوراه، ذهبت الى المكتبة الاسلامية واقتنيت جميع الكتب المتعلقة كيف تكون زوجا سعيدا، كيف تتجاوز الخلافات العائلية، واقتنيت كتب كثيرة جدا وحفظتها حفظا ولخصت وتلخيصا، وأصبحت مستعدا لدخول هذه المعركة، المعركة العسلية لهذا القفص الذهبي. أذكر في الزفاف كان سعيدا، وكانت المرأة التي قامت بالزفاف واحد الطباخة، أذكر اسمها أمي حادة. لما انتهى الزفاف وصفق الناس وهللوا وصلوا على النبي، وانا غادي خارج، قالت لي امي حاده: اجي ولدي نوصيك. امي حاده امراه مسنه صحراويه عندها 70 عام تقريبا، قالت لي انا دوزت 50 سنه طباخه في العراسات وكنعرف الاشياء، اجي نوصيك. امي حاده اش غتوصيني؟ اش غتقول لي امراه مسنه ما قارياش؟ وانا اشتريت كل الكتب التي وضعها الفقهاء والعلماء والمختصون في ميدان الاسره واحفظها عن ظهر قلب. اش غتفيدني؟ قالت لي اجي نوصيك ولدي. قالت لها وصي الحاجه. قالت لي نوصيك ولدي عليك بالصبر، ثم بالصبر، ثم بالصبر. فعلا الزوج ملي كيتزوج والزوجة، المرأة كيقول لها اجعلي في فمك سكرة وفي أذنك جوهرة، الكلام الحلو وتسمعي غير اللي هو مزيان، والرجل كيقول لي عليك بالصبر ثم بالصبر ثم بالصبر. في الحقيقة لم أهتم ولم أعير أي اهتمام لنصيحة أمي حادة، ودرت لها خاطر هكا شكرا. ولكن فيما بعد اكتشفت بأن كل المضامين التي قرأت عن كتب لم تفيدني، نفعتني نصيحة أمي حادة. لأنه بعد مرت شهرين تقريبا في 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 فرحة وسرور وسفريات ولقاءات عائلية وبهجة وأناشيد وابتهال، بعد شهرين تغيرت المرأة، ولات فعلا شيء غريب. ما الذي يحدث؟ مع من أتشاور؟ تشاورت مع صديق لي، قال لي أين هي الرجولة؟ لو كلمتني هذا الكلام لا ذهبت مع عند القاضي. أنا قلت لا، سأتبع نصيحة أمي حادة. أين أذهب وقد جاء رمضان؟ إذا ذهبت عند والدتي غتقول لي الله شهرين أول رمضان غيفطر عندي، إذا ذهبت ماذا أفعل؟ يا إلهي أنقذني. نصيحة أمي حادة. كنت أجول في الأرض وأبحث عن مكان أستقر فيه، النوم ما نعش مزيان، بل يا واحد المسجد منعزل قلت هذا جامع نصلي فيه ونستغل الفرصه انام، اريد فقط غير انام. يا ايام العزوبه وايام الحريه. فصليت العصر وكان رمضان وافكر اين سافطر. فصليت العصر ثم ذهبت الى ركن بعد الصلاه ونمت نوما عميقا، فاذا بالفقيه كيقول لي سبحان الله الفقيه، سبحان الله سيدي راه الجامع غنسدوه. فاذا بالفقيه كيلقى صديق ديالي: يا مرحبا لقد جاء القدر بك عندي، والله لن تذهب اليوم حتى تفطر عندي. الله، هو افطار جاء فابور، الله الحمد لله. وقال لي ستنام عندي غرفه ديال الامام تنعس فيها. الله سانام. وفعلا نصيحه امي حاده دون توتر، هو جاب لي الله افطار، فرج المولى، جاب الله الافطار، جاب الله المبيت. فقال لي صديقي: هلا اقمت درسا بين العشاءين؟ فعلا اقمت الدرس، بعض الناس استحسنوه. قال لي واش غدا ستاتي؟ قلت لهم ما عرفت، يقول لي غدا غتجي ان شاء الله. الله ضمنت بميت اخر وافطار اخر. بعد مده قليله امتلأ المسجد وعن اخره. ثم واحد صديق جاء والفقير كان رجل على قد الحال وافطاره زاهد، وانا كنت اكول، ولكن سبحان الله بعد يومين جاء واحد السيد قلنا غندير افطار جماعي هنا في المسجد، ودار افطار كبير تقريبا واحد 20 طاوله، ولكن الطاولة ديال الإمام وديال من معه كانت فاخرة. يا سلام. واستمر ذلك الأمر. جاء صديق آخر قال لي غندير تحقن الدم في المسجد، وممكن تقولها جاء تحقن الدم. جاء صديق آخر قال لي غندير مكتبة إسلامية للبيع، جاء وامتلأ المسجد وتبارك الله ولا مزدهر ذلك المسجد. وفي خضم هذه الفرحة جاء عندي القائد ديال المقاطعة، قال لي أنت عندك رخصة كتقوم بهذه الأعمال؟ قلت لي لا رخصة. قلت له لا سير عند المجلس العلمي. فذهبت عند رئيس المجلس العلمي أطلب منه الرخصة، فقال جاء الله بك أحتاج إلى عضو في المجلس العلمي في الحي الحسني بالدار البيضاء. فصرت عضو في المجلس العلمي في الحي الحسني، ويا سلام، رحمة وراء رحمة بسبب
بسبب الصبر ديال امي حاده، وبقيت على ذلك حتى اكتمل الشهر. اكتمل الشهر سبحانك يا جليل، ورجعت الى زوجتي، اتصلت بي قالت لي تعالى استسمحك. قالت لي هل تدري لماذا كنت متوتره وعصبيه وكذا؟ قلت لا سامحك الله. قالت لي اني حامل، اني حامل، والوحم عندنا في العائله ياتي بالعصبيه على الزوج. لماذا؟ لان المولود ياتي شبيها بالزوج. فكانت فرصه طيبه مباركه وطلبتني السماح وسجلتها لي انني لست، لم اكن غضوبا ولم اشتكي، وقالت الحمد لله عطاني زوج لانه متسامح. وفعلا بعد اسبوع اخر جاءت ورقه الحج. ما شاء الله، يا سلام، خيرت فخيرت. فعلمت قول الله تعالى لما قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ما شاء الله. لهذا كنقول لكل المتزوجين والمتزوجات، لست في حاجه الى دراسه معمقه لعلم النفس ولا لعلم الاجتماع ولا لقانون الاسره ولا لاي شيء. ما عليكم الا بنصيحه محاده مفيده للغايه، عليكم بالصبر ثم بالصبر ثم بالصبر، وستكونون احسن الفائزين. نسال الله تعالى ان يعم علينا الفرحه والسرور والبهجه والحبور، وان يسعدنا واياكم مع الازواج والاولاد والبنات. اللهم امين يا ربي يا كريم. شيخ طيب، المبيت عندي غدا ان شاء الله بعد هذه الحلقه. لا ابدا، منذ ذلك اليوم صرت اسعد زوج، اتجول كيفما اشاء وانتقل كيفما اشاء. وزوجتي تقول لن انسى لك اللحظه الحرجه، لان ذيك اللحظه الاولى عليك تعول. سبحان الله، انما الغضب عند الصدمه الاولى. اذا نجحت في اول الامر كتكون عندك ان شاء الله شهاده ديال ليسي باسي ليسي فير، دعه يعمل دعه يسير. بارك الله فيكم اجمعين، حياكم الله. انما الصبر عند الصدمه الاولى. ان شاء الله.